ستذاي قال لك المصابون بالصداع النصفي ذكاء حاد. ما عم باك رياض. ايش بدك؟ بلوس نحبها كتب دوم. بيك راسك وجع؟ شوي وبر. انت مثلا راسك وجع علاش يا حسن؟ ما علاش راسي وجع؟ تفهمش يا اخي؟ مانيش فاهم شبيني وليتك. فاهمينك وحاسين بيك. نحب نمشي بسيكاتر. لطفا يا ولدي. مالك شي نعم طلع لتسفرت كندا على ربي. على شنو؟ تاع القراية غادي. وكيفاه الفلوس؟ قلت نبيعو الكرهب. ما عادش صحنا كان حسن. صباح الخير بابا. صباح الخير. وينو؟ هز كل شيء، ما خلى حتى حاجة. حتى البيس يهز، الدنيا كل هزة. أنا ليش قلت لولدي المرة الأولى عن الدبريسيون؟ ما قلتلوش عنده دبريسيون؟ أنا ليش كذب علينا؟ بعد كرهبة. فاش تحكي؟ شنو هو تو؟ تحبني كانت في إيديا؟ سامي مش روح بيه. ولدي غادي ما نش باتصال بعض الكل. انت هون مشان ابنك؟ ايه ولدي كل شيء في حياتي.